لبوادر انفراج تلوح في أروقة المشاورات الجارية في الكويت بين الحكومة والميليشيا، باستثناء ما تلهج به تصريحات المبعوث الدولي ومسؤولو البلد المستضيف من تفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل قريب. تمضي المشاورات برعاية الأمم المتحدة، فتحف بها المخاطر بينما ينظر إليها المجتمع الدولي على أنها نقطة الضوء الوحيدة المتبقية لليمنيين كي يجدوا فيها الطريق التي تنقذهم من الاقتتال، طريق حث مجلس الأمن على تطويرها بهدف تنفيذ النقاط الخمس التي نص عليها القرار 22/16. وطلب المجلس في بيان رئاسي الأمم المتحدة وضع خطة خلال 30 يوما للمساعدة في تنفيذ الخارطة المتعلقة بانسحاب الميليشيا وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية. غير معروف ما إذا كانت الأمم المتحدة جديرة بإعداد هذه الخطة والبدء في تنفيذها على الأرض وفي خلال الفترة المزمنة، وعلى أي حال ستبدو الصورة النهائية للقاء الكويت، بيد أن الإشارات الأولية تقول إن الحوثيين وحليفهم يخطئون من جديد في تقدير الموقف الدولي والإقليمي. فحتى الآن وبعد أسبوع من انطلاق المشاورات، يظل الغموض يكتنف ما يجري في أروقة غرف التفاوض مع تعنت ورفض وفد الميليشيا القيام بأية خطوة لبناء الثقة. جدول الأعمال لا يزال محور نقاش ولا تقدم حتى اللحظة في هذا الإطار. المبعوث الدولي أكد أن النقاط الخمس المعلنة من قبل الأمم المتحدة هي الإطار الأساسي للحل السياسي، وهذا ما يؤكد عليه وفد الحكومة ويطالب بتنفيذه قبل مناقشة أي حل سياسي، الأمر الذي يرفضه وفد الحوثيين والمخلوع، وهو موقف ليس بجديد عليهم، إذ أن هذه الميليشيا رفضت سابقا تنفيذ القرارات الدولية بل حتى المراوغة في تنفيذ أي اتفاقات تم التوصل إليها في جولات سابقة. لا أحد يعرف بالضبط كم ستستمر جولة الكويت وإلى أين ستنتهي، لكن الواضح أن المجتمع الدولي لا يريد لها أن تنتهي إلا بإحلال السلام. مراقبون رأوا أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن حرر المشاورات من عامل الوقت وحمى المبعوث الأممي من الفشل، غير أنه لم ينطوي على إجراءات بحق الطرف المعطل للمشاورات حتى الآن.